سعيدة. أهلا بكم في برنامج رحلة في مدينة. سنكتشف في هذه السلسلة من الحلقات مدنا مختلفة حول العالم. نخاطر من أجلكم، إننا نخاطر بالاقتراب من أقوى شلالات العالم ونستكشف أغرب الأماكن. إنه أغرب مكان في حياتي. رحالنا في أجمل دولة في العالم سويسرا. سوف نزور المتحف الوطني وأقدم متحف للساعات في العالم. سنتسلق أعلى جبل في زيوريخ ونأخذ جولة على متن الدراجة الهوائية في داخل الغابات. هيا لنسافر سويا. نحن الآن في القطار بمدينة ميونخ الألمانية ومتجهون إلى مدينة زيوريخ السويسرية، وتبعد عنها حوالي 6 ساعات ونصف ساعة. وهكذا يكون شكل الطريق ما بين المدينتين. سويسرا ليست من دول الاتحاد الأوروبي، لكنها من دول الشنغن، أي تتشارك بالحدود المفتوحة مع أوروبا. وهذا ما جعل فاحص التذاكر يتحدث مع أحد الركاب حول هذا الموضوع. سيدتي، يجب عليك أن تمتلكين تذكرة السفر من ميونخ إلى هنا. لا، نقبل فقط الفرنك السويسري. تقع سويسرا في جنوب أوروبا الوسطى، تحدها ألمانيا من الشمال وإيطاليا من الجنوب والنمسا من الشرق، وتشغل أرضها قسما من جبال الألب وجبال جورا. ولموقعها أهميته في وسط قارة أوروبا، حيث ممرات جبال الألب التي تربط بين العديد من الدول الأوروبية. نستمر في طريقنا إلى مدينة زيوريخ، وتبدأ الأنهار والمسطحات والجبال الخضراء بالظهور، حيث وكما هو معروف بأن سويسرا تعتبر من أجمل دول العالم من حيث الطبيعة والبنيان المعماري. وتقدم زيوريخ مستوى معيشة عالي الجودة، فمنذ عام 2002 وحتى عام 2008 صنفت مدينة زيوريخ 7 مرات على التوالي على أنها مدينة ذات الجودة الأعلى من المعيشة في العالم. واستند التحليل على مثل تلك المعايير كالسلامة والنظافة والفعاليات الثقافية والطعام والمناطق الترفيهية القريبة من بعضها. نصل إلى محطة زيوريخ المركزية، حيث تعد أكبر محطة سكة حديد في سويسرا، وبدأت تقديم خدماتها للمسافرين في عام 1847، وهي محطة رئيسية تقدم خدمات من وإلى سويسرا والبلدان المجاورة مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا. وتقدم هذه السكة ما يصل إلى 2995 قطاراً يومياً، وهي أحد أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاماً في العالم نظراً لوقوعها في وسط أوروبا، الأمر الذي جعلها القلب النابض للسكك الحديدية السويسرية. ويضم البناء الكبير للمحطة عدداً من المطاعم ومتاجر الهدايا وغيرها العديد من المرافق والخدمات التي تقدم لزوار المحطة من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات متأخرة من الليل. نستقل الترام لنذهب إلى المتحف الوطني السويسري في زيوريخ. يقع في مبنى تاريخي يعود إلى القرن 19 الميلادي، ويعرض المتحف قطعاً يمكنك من خلالها الاطلاع على تاريخ سويسرا منذ نشأتها إلى وقتنا الحالي، كما ويوجد فيه قطع موجودة باستمرار في المعارض الدائمة. ولكن يقيم المتحف أيضاً معارض مؤقتة على مدار العام كي لا يمل رواد المتحف. ومن المعروضات الدائمة تجد خريطة ثلاثية الأبعاد لسويسرا قديماً، والعديد من الأزياء التي ارتداها النبلاء السويسريون عبر العصور، وبعض الأسلحة القديمة كالسيوف والمدافع وغيرها الكثير كما نشاهد. يكشف المتحف تفاصيل حياة السويسريين منذ حقبة ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، فيعرض كل شيء حولها ابتداء من الموروثات المادية من فنون وصناعات يدوية وانتهاء بالقطع العديدة التي تستخدم بصورة يومية. وتركز المعارض الخاصة التي تقام فيه على قضايا اجتماعية، فتقترح القيام بتغيير وجهة النظر بصورة مؤقتة.
كان السويسريون قديما معروفين بإنتاج الزجاج الملون، حيث يقومون بصناعته ومن ثم يقومون بوضعه على الكاتدرائيات القوطية في أوروبا. تتكسر أشعة الشمس حين تمر من خلاله وتتغير إلى ألوان مختلفة كما نشاهد. نجد أيضا هذه الرسومات الزجاجية والتي صنعها السويسريون قديما، ونشاهد أيضا هنا المواد الخام والتي يتم صنع الزجاج من خلالها. في هذه الغرفة تتواجد جميع الخواتم الفضية والذهبية الخاصة بملوك سويسرا قديما. ندخل هذه الغرفة ونشاهد مجسما ثلاثي الأبعاد للمتحف مع لوحات للملوك قديما، وهنا تتواجد الساعات الملكية. قام غوستاف هول ببناء المتحف الوطني السويسري عام 1898 للميلاد، احتفالا بالذكرى السنوية 50 لإصدار أول دستور اتحادي، ويذكرنا مبنى المتحف الذي يقع بين محطة القطارات الرئيسية وحديقة بلاتسبيدز بالقلاع الخرافية التي نسمع عنها في الحكايات، حيث يتواجد في المتحف الآلاف من القطع الأثرية. هذه الأواني الفاخرة والمرسومة يدويا على طراز اسمه آرت ديكو، منتجا فاخرا في عام 1908، حيث بدأ السويسريون حينها بأعمال البورسلين اليدوية ويقومون بصناعتها للفنادق والمطاعم. قبل 6000 عام بدأ الناس في أوروبا في بناء منحوتات حجرية كبيرة، كما حملوا أو ارتدوا أشياء مرغوبة للغاية مثل الأسلحة أو المجوهرات أو الملابس التي تصور ابتكارات عصرهم، وكانت المنحوتات أيضاً رموزاً للقوة والمكانة. يجمع هذا الجناح الملحق بالمتحف الوطني في زيورخ لوحات من عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك استكشافات جديدة من تاريخ زيورخ، ويقدم رؤية فريدة لعالم العصر الحجري. هذه قطعة من حجر الجرانيت حينما كان يتم حفر نفق جوتهارت في سويسرا، وهنا نشاهد قطعة كبيرة ثلاثية الأبعاد. بإمكانك أن ترى من خلال هذا المنظار نوعية الأحجار التي تتواجد في أعماق جبال سويسرا. متحف كبير أخذ الكثير من الوقت لكي نأخذ جولة فيه، لكنها جولة تستحق الزيارة. بعد الفاصل، هناك الكثير من الأمور لم تحكى بعد عن زيورخ، انتظرونا. نعود إليكم ونأخذكم على متن الترام المتجه إلى متحف النباتات الشوكية، حيث تم افتتاحه عام 1931، وتضم واحدة من أكبر وأهم المجموعات الخاصة من النباتات الشوكية على مستوى العالم. الصبار نبات ينتمي إلى الفصيلة الصبارية، فمعظم أنواع الصبار تعيش في الظروف والبيئات الصحراوية، لهذا يضرب المثل بهذه النباتات في تحمل العطش والجفاف الذي قد يمتد لسنوات طويلة، وينتج بعضه ثماراً مثل التين الشوكي وتنمو أزهار لبعض أنواعه. يحتوي المتحف على أكثر من 4400 نوع مختلف من نبات الصبار من 78 عائلة نباتية مختلفة. هذا النوع من الصبار من عائلة القرعيات جاءت إلينا بذورها في عام 1991 من وسط أفريقيا، وهذا النوع من الصبار يسمى بالبطيخ، حيث سمي بهذا الاسم نسبة لشكله الكروي، وله أكثر من 35 نوعاً، وموطنه الأصلي في غرب المكسيك إلى بيرو. عندما تصل إلى مرحلة الأزهار فإنه يتوقف عن النمو ويشكل قمة صوفية خشنة تسمى السيفاليوم، عندها تنمو الزهور الحمراء الصغيرة والتي يتم تلقيحها بواسطة الطيور الطنانة، وثمارها تشبه شكل الفلفل الحار وهي صالحة للأكل. سعيدون بأننا نقدم أهم مجموعة في العالم من نباتات الصبار، هناك الآلاف من الأنواع تجدها هنا. لن تصدق بأن نبتة الصبار الذي قد تظن بأنها ذو نوع واحد وتتفاجأ بأن هناك الآلاف. إنها تجربة ممتعة لك حينما تتعرف على نوع جديد من النباتات،
واجتذبت هذه النباتات الرائعة 100,000 زائر في عام 2019. يأتي العديد من أطفال المدارس أيضا إلى هنا ويقومون بجولة إرشادية. ما تشاهدونه الآن هي أنواع مختلفة من نبات الصبار، إنه شيء مذهل حقا. نغادر المتحف ونستقل قطار جبل أولتبرغ لنذهب إلى قمة الجبل. يوجد في زيورخ العديد من الجبال الكبيرة، لكن جميعها تقع على مسافة بعيدة. الجبل الوحيد الذي يمكنك الوصول إليه بسهولة هو جنوب شرق المدينة، واسمه أوتلبرغ، حيث يبلغ ارتفاعها نحو 900 متر، وتشاهد من خلاله المناظر الجميلة. نبدأ المشي طلوعا للوصول إلى قمة الجبل، وتبلغ المسافة ما يقارب كيلو مترين اثنين. نصل الآن لقمة الجبل وندخل إلى هذا المبنى الحديدي الضخم والبالغ ارتفاعه 900 متر لكي نأخذ نظرة بانورامية على المنطقة من على قمة الجبل. نشاهد بالأفق هناك بحيرة زيورخ ووادي ليمات، والممتد لمئات الكيلومترات داخل المدينة. ننزل إلى الأسفل ونتوغل أكثر إلى الأحراش، ونشاهد المغامرون بدراجاتهم الهوائية، حيث تعد رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية جدا، حيث يهوى المغامرون الذهاب إلى الغابات وممارسة هذه الرياضة لمدة لا تقل عن ساعتين، لتصل إلى بعض الأحيان إلى 6 ساعات متواصلة. يمر خلالها الدراج في العديد من الطرق المختلفة التي تميل للأعلى وللأسفل، ناهيك عن العوارض التي تكون في الطرقات، منحدرات شديدة الخطورة، بالإضافة إلى وجود أغصان الأشجار الكبيرة والصغيرة، مما يشكل خطرا كبيرا على الدراج، لكن الدراجين لديهم رأي آخر. أنا طالب نمساوي وأسكن في هذه المدينة، بإمكانك أن ترى دراجتي هناك. أحب أن أقود الدراجة لساعات في هذه الغابة لأنني أشعر بأنها تحررني من الضغوطات الدراسية، لأنه عندما أقود الدراجة أفكر فقط بقيادتها ولا أفكر بأي شيء آخر، ولذلك أشعر بأنني أتحرر من أي ضغط نفسي. والمختلف في قيادة الدراجة في الغابات هو أنه يمكنك أن تقفز وتذهب في منعرجات ومنعطفات متنوعة. أرى ذلك شيئا ممتعا. جميل، اذهب إلى دراجتك. نعم، هذه دراجتي وهي غالية السعر، وقد دفعت كل ما في جيبي لأشتريها. إنها رائعة وذو مواصفات مميزة. نحن الدراجون يجب علينا أن نرتدي هذه الخوذة على الرأس وهذه البزة الرياضية لكي تساعدك على القيادة. قبل أن نبدأ القيادة علينا أولا أن نقيس الضغط المناسب للعجلات. إذا كان ذو ضغط منخفض قد تتسبب لك بحادث. بهذا الجهاز بإمكاني أن أرى قياس الضغط في العجلات، إنه يخبرك بالقياس ويقوم بزيادة الضغط أو يقوم بتقليله إذا أردت،
لكنني أعتقد أن ضغط 27 لهذا الجهاز هو مناسب. ركوب الدراجات الجبلية هي رياضة ممتعة يراها الكثيرون، وذلك باستخدام دراجة مصممة خصيصا لذلك، أو ما تسمى بالدراجة الجبلية. نغادر غابات زيورخ وننزل عائدين إلى وسط المدينة لندخل أقدم متحف للساعات في العالم ونستكشف سويا أقدم الصناعات السويسرية. يقع هذا المتحف الرائع في أرقى مناطق زيورخ وتحديدا في قلب المدينة، لذا يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة، ويحتوي المكان على تشكيلة واسعة من الساعات المميزة، إذ توجد تقريبا 270 قطعة مذهلة يعود تاريخ بعضها إلى قرون سابقة، ويمكنك في هذا المتحف أن تستكشف وتتعلم عن طرق التعرف على الوقت التي استخدمها البشر تاريخيا منذ عام 1400 قبل الميلاد. وتتنوع الساعات الموجودة في المتحف، فتوجد ساعات اليد وساعات الحائط وغيرها الكثير. هذه الساعة مثلا تشير ببؤبؤ العين على الوقت. وهذا ليس قفصا للطيور، بل هي ساعة قديمة يصدر الطير بداخله صوتا عندما تحين رأس الساعة. وهذه ليست قطعة حديدية فحسب، بل هي أفخم ساعة في القرن الخامس عشر، وهي ساعة ميكانيكية ذات محرك خاص للدقائق والثواني، وكان يمتلكها الأثرياء فقط آنذاك. يضم المتحف كافة أنواع الساعات منذ عصورها القديمة، كالساعات المائية والشمسية والرملية وغيرها، وحتى الساعات السويسرية الحديثة والنفيسة في وقتنا الحالي. يقصد المتحف المهتمون بالساعات النادرة وكل ما يخص ضبط الوقت والقطع التي تتعلق بها. نخرج من المتحف الجميل بعد أن أخذنا جولة تاريخية حول الساعات وطرق معرفة الوقت. نشاهد في أغلب الطرقات والأماكن في زيورخ صنابير المياه هذه، فهي صالحة للشرب وبالإمكان الشرب منها. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم بعد أن أخذنا رحلة تاريخية وسياحية رائعة حول هذه المدينة. في الحلقة القادمة سنزور أكبر شلالات أوروبا، هل عرفتموها؟ إلى اللقاء. Thank you.